شرعت جمعية الصمام لرعاية اليتيم لولاية بيجاي على توزيع الدفعة الثانية من الإعانات الغذائية على عائلات اليتام في هذا الشهر الفضيل، وهي الدفعة التي تتضمن 300 طرد غذائي بمختلف المواد الاستهلاكية. وقد سبقت هذه العملية الخيرية توزيع 600 قفة قبل أول يوم من رمضان. التغطية كانت لمراسلنا ربح صايش. كل الملفات الموجودة على مستوى جمعية الصمام لرعاية اليتيم فقد وزعنا لهم كل القفاف التي نظمتها الجمعية خلال هذا الشهر العظيم سبق وإن فوزعنا 600 قفة، اليوم 300 قفة كاملة المواد الى اليتامى يتامى ولايه بجايا. كي تستحنا من خدم هذايا اسمها ساعة ليكيب العالي الله يبارك اقلان خدمت مع وني انا غافوس كفوس باش نصف راح يجي لنا هي بس حسين انا ممكن حاجه كي قلا تعاوني ثنتو ياسنا ميت تبرت وخمس ساعة تفور قلت تقتل لو عند تسعة تدربي هذه السن ما تخسر تا كي لعبة تزاني لعبة ذاك تكنا هاد لافولونتي من ممكن اللي جات تكنا هاد لافولونتي باش نتعاون هذاك ممكن اذا نقلا هذه السن صباح العشاء ان شاء الله ان شاء الله يعني كوشي نيك لا تفرح نصدقوا في الثاني نسن وشكرا مرة المحسنين اللي غيعاونون ولا قلا هذا لو عنا غد بور كونتريبيو سيت بون اكسيون ممكن ثلاثة كنا دوا لا ديسيدي ليست اون فيغ لو باساج دايك بكاي ثنعدي اون فابلي لي نيسيسيتي باش نسلفك ان شاء الله هاني كتب ان شاء الله وهذا يوفق ربي ان شاء الله لاسوسياسيون ويكون جزاء ربي يصل خير ان